أنت تراقب ما يجري، هل تجد أن الآن الخلافات السياسية بين القوى المتصارعة الآن مختلفة عن خلافاتها بالمراحل السابقة؟ لأن بعض الخلافات تصل اليوم إلى حد كسر العظم، تتفق مع هذا؟ 100% وصل. شوف دكتور، هذا العراق تاريخه معروف، اجت عليه حكومات وحكمه ناس وبالقوة، بالنتيجة وين العراق باقي وهم يذهبون، هذول سيذهبون، ولكن سيذهبون إلى مزبلة التاريخ. وحقيقة الصراع الآن الموجود يا أخي صراع كذاب. مثلا أعطيك مثال، أعطيك مثال وأنا أعرف مدى جرأتك. أنت مو تعرف الآن أكو تحقيق على مصفى بيجي؟ مو تعرف؟ تعرف أنت تحقيق على شنو؟ سرقة مصفى بيجي. أنا هسه وديك على مصفى بيجي، هذه هدية من عندك العراقيين الحرامية. هسه وديك، لا لا أوديك على المصفى. وين مخزون يعني؟ وين مخزون؟ وبالجملونات، وراحت لجنة من رئاسة الوزراء واختلفوا على الكوميشنات ورجعوا وعافوه، والرجل المحترم يقول لهم عمي هذا باعوا لي 100 مليون وهو يسوى 4 مليارات. هل مشتريه؟ موجودين مشتريه. عمي تعالوا خذوه، تعالوا خذوه. ويا من الحكي هذا؟ ويا الدولة، ويا الناس، ويا السماسرة. باعوا 100 مليون موجود بالجملونات. هسه اجى الدوله دفعت بيه مليار، قال والله ما نطيب مليار، مليار دولار ما نطيب. يعني هذا اللي اشتراه ب 100 مليون يقول للدوله تعالوا خذوه، تعالوا عمي خذوه، اعطوني فلوسي، اعطوني فلوسي 200 300 مليون، تروح لجنه هناك يختلفون على الكوميشنات. كوميشنات ويا الرجل طبعا من الحكومه، اي ويا الدوله، ويرجعون. دكتور ايه والله، يلا يلا يا معود انا هسه نطير باكر ونروح على المخزن. ايش فيك؟ هذول ما يستحون، هذول ما عندهم اخلاق يا اخي. لا انا قبل ايام، تدري احنا هم فايتين، قلت هنالك لجنه تتفاوض مع مصفى، مع وزاره النفط على مصفى بيجي. رحم الله والديك. انا قبل 5-6 حلقات قلت. يعني معناته انت تثبت كلامي؟ لا. خلص اذا انا ما قلت صعب، ما قلت غلط. هذه اللجنه اللي راحت إيه؟ بحكومه السيد الرئيس العبادي. لا بحكومه العبادي راحت. والعبادي يدري؟ شلون ما يدري؟ الله اكبر. طبعا يدري. لا يعني ما يدري، اكو مثلا ربما ما يدري، ربما ما اقول ما يدري. هو يا الما اقول لك البسما إيه؟ والبلقبور إيه؟ درى مصفى بيجي مبيوق طبعا، والكل يدري ياهو الباقي. اي و100 مليون باعوا، تخيل مصفى قيمته 4 مليارات باعوا 100 مليون، وهذا الرجال يقول لهم اعطوني مالات واخذوا إيه؟ مصفوكم. والان شو يسوون؟ تعالوا نشكل لجنه منو باقي، عمي ما نريد منو باقي. بس اول مره رجعونا هذا المصفى، رجعونا هذا المصفى، احفظوا كرامتنا. وطبعا المصفى موجود في اقليم كردستان حتى ترتاح اكثر ويرتاح كل العراقيين. اخي ويا السيد وزير النفط انت تسمع، والقائد العام رئيس الوزراء الان يسمع، والجماعه باعوهن واخذوا ال 100 مليون والمصفى موجود، بس هذا رجال شريف يقول لهم اعطوني فلوس وتعالوا محترم، ودوله دافعه مليار. اي والله يقول حرامات، والله حرامات ابيع الدوله ومليار دولار دافع، لأن كل مكائن بالنايلون